مباريات كانوا سجلوا اكثر من 4 اهداف. دونك شفنا الماتش الاخر مع ريال مدريد والماتش تاع الكوب كي ربحوا 6-1. دونك كنا مركزين برشا، كنا نعرفوا الماتش باش يكون صعيب، لكن لعبنا بطريقه ممتازه جدا، كنا مركزين برشا ولعبنا على الهجمات المعاكسه. شفنا اليوم عندهم ميسي، سواريز، نيمار وإنييستا، معناها لاعبين ذكيين ويحبوا برشا يلعبوا في الانترفال وتكنيكمون معناها سون تري فور. كاو الحمد لله كنا مركزين، لعبنا بكل ثقة في النفس، عملنا فرص، الحمد لله الفرصة اللي جاتنا بها سجلناها. أيمن، ماذا حدث لك مع سواريز؟ اشرح لي. مع سواريز واحد كونتر واحد عفس على ساقي بالقوي، معناها هو يلعب في سبات فيس، توجعت تحت نورمال، فهمت؟ لكن نورمال الحكم يعطيه ورقة حمراء، ضربة ياسر قوية، دونك هنا عندي سيكاتريس. لكن مش مشكلة. هل يكون هناك استفزاز من قبلك؟ لا ما فماش قبل استفزاز، كنت معاه ديما واحد كونتر واحد، لأنه يعني هو المهاجم أكثر واحد قريب لي ديما. لكن بعد في الحوار الأول في الشوط الثاني كان ضربني في ساقي عفس عليه. أيمن، في الهدف كان بإمكانك أن تقوم بمجهود أكبر أم كان من المستحيل إيقاف سواريز؟ كان بعيد عليا زوز أمتار، كان بعيد عليا، حاولت نخلط عليه، خلط عليه في الأخر، دونك هو جاء قدام الجول 3 أمتار، شات الكرة خلط عليه في الأخر ولا غاب، وشفت اللي ظهرني متصل الهدف. صحيح، هناك بعض الشكوك حول هذا الهدف. نتحدث عن مستقبل فاليسيا، جاري نيفيل تحدث معكم، ماذا قال لكم؟ وي جاري نيفيل نعرفوه، اللي هو كان لاعب كبير في مانشستر والمدرب الثاني في انجلترا، دونك يشرفنا نحن ناس كل باش يجي مدرب كفء كيف هذا، مرحبا بيه وان شاء الله نخدموا بعضنا كوم يلفو وان شاء الله ربي يوفقنا. جاء تحدث معنا وقال اني نحب نصعد بفالنسيا، المركز خير من اللي نحن فيه توا، عندنا فيه ثقه وان شاء الله ربي يوفق. كيف تعيش تجربه الدوري الاسباني؟ لان ملعب ميستايا صعب، يلقي كل الضغوط على اللاعبين، النادي يعيش اجواء عصيبه، كيف يعيش ايمن عبد النور هذه التجربه؟ يظهر لي من احسن الجماهير الموجوده حاليا في اوروبا هو من جماهير فالنسيا، اللي يحبوا برشا جمعيتهم. نعرف اللي هو هنا فما برشا بريسيون، فما برشا ضغط، دونك يعني مستانس الحمد لله، نلعب في برشا جمعيات في اوروبا، في المانيا، في فرنسا، دونك جاي لهنا باش نقدم الاضافه وباش نحاول نحسن روحي زادا. ان شاء الله فما كان خير، دونك فرحان برشا وان شاء الله نكمل هكا وديما القدام. في الاخير رسالتك للنجم الساحلي الذي توج بكاس الاتحاد الافريقي. والله أول حاجة من كل قلبي نشكر الملاعبية الكل والمسؤولين والإطار الطبي بتاع نجم الرياضة الساحلي، وخاصة الجمهور اللي كان وراء نجم الرياضة الساحلي بأعداد غفيرة كل ماتش. نعرف اللي نجم الرياضة الساحلي مستاهل نتصرع في الكأس الكاف هذه اللي غابت علينا مدة بتاع 9 سنوات. نجم الرياضة الساحلي فريق كبير ومستانس بالأرقام، الحمد لله، معناها هز الكوبا هذه بعد تعب كبير، تستحق نجم الرياضة الساحلي الانتصار الكوبا هذه عن جدار، مش غريب. ان شاء الله توا ان شاء الله تكون احسن بريباراسيون للرابطه الابطال الافريقيه اللي باش تكون العام الجاي، واني عندي برشا ثقه في الناس اللي تخدم في النجم الرياضي الساحلي والملاعبيه خاصه، وبيان سور ان شاء الله فما كان خير القدام وان شاء الله مستقبل زاهر للنجم الرياضي الساحلي. ايمن، شكرا جزيلا وبالتوفيق لك. ميرسي، بارك الله فيك.